طيب تعالوا بقى نفتكر مع حضراتكم ذكريات حلوة وأيام حلوة وبطولات حلوة جدا مرت على النادي الأهلي وعلى جماهيره العريضة. هنروح معاكم لنوستالجيا الأهلي زي النهاردة يوم 21 ديسمبر، ولكن من العام 2001 توج النادي الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة في تاريخه. فاز على سان داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 بعد التعادل ذهابا 1-1 في جنوب إفريقيا. أحرز هدف الأهلي في مباراة الذهاب كابتن سيد عبد الحفيظ، وكمان أحرز أهداف النادي الأهلي في مباراة الإياب خالد بيبو، لأن هو كان هاتريك في هذه المباراة وأحرز 3 أهداف. طبعا فاز الأهلي بالبطولة 9 مرات في أعوام 1982 87 2001 2005 2006 2008 2012 و13 وأخيرا وإن شاء الله ليس أخيرا 2020. احنا يمكن امبارح مع استاذ محمد صادق اتكلمنا عن الماتش ده تحديدا وعن اجوال كابتن خالد بيبو، بس خلينا بقى نروح نتابع التقرير ده، وبعد ما هنتابعه هنروح فاصل وبعد كده هنكون مع حضراتكم انا وكريم واولى يعني فقراتنا بقى الحواريه. اتفضل. في ماتش 6-1 كان بيبو وبشير بيبو والجول، يعني ماتش الزمالك 6-1، ماتش الزمالك بتاع 6-1 طبعا خالد بيبو علامة من علامات الكرة المصرية بالذات بالنسبة للنادي الأهلي. أحلى لخالد بيبو، وبيبو بيدور لبلال مرة ثانية ومضغوط على بلال، أوبا والهدف الثالث والهدف الثالث. الله الله الله. 6-1 ساعة الزمالك، لعيب ما يتنسيش طبعا، عمل تاريخ للأهلي بالذات التفوق 6-1 على الزمالك. مباراة الزمالك مع الأهلي 6-1، كان أخطر مهاجم في الأهلي وكان الأهداف اللي جايبها أنا فاكر له بتاع 6-1 بتاع نادي الزمالك. 1-1 بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول. طبعا احسن اهداف ليه كانت في ماتش 6-1 بيبو بشير اكيد. طبعا كابتن خالد بيبو من اشهر وامهر لعيبه مصر والنادي الاهلي، واكتر ماتش فاكره له ماتش 6-1 مع الزمالك. وماشي خالد بيبو، وماشي خالد بيبو، وماشي خالد، ارضيه وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو، والهدف الثالث. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل. طبعا سوبر هاتريك ومباراه سان داونز. طبعا كابتن خالد بيبو ده يعني كان احرف لعيب في مصر في الوقت ده. في هدف تاني اللي هو بتاع سان داونز، الهدف ده كان كويس جدا يعني. كابتن خالد بيبو يعني من المهاجمين المحترمين يعني اللي معلمين في تاريخ الاهلي. ماتش سان داونز، الهدف اللي خده من نص الملعب وقطع بيه وراح للجول ورقص المدافع الثابته ولعبها في البعيد. ماتش السوبر الافريقي بكايزر تشيفز برضه كان هدف جميله جدا يعني. خالد بيبو يعني حاجه جميله جدا صراحه، في اهداف مميزه جدا يعني. والله انا راجل زملكاوي، بس الكابتن بيبو راجل محترم ولاعب كبير ولاعب مهم، واحترامه وادبه وخليك انت برضه راجل زملكاوي بتشجعه وبتحبه، ومحدش طبعا هينسى ماتش 6-1، ودي كوره وممنوع التعصب، وانا زملكاوي وبحب الكابتن خالد وكلنا يعني واحد، اهم حاجه الكوره الحلوه واللعبه الحلوه والاحترام. ده راجل محترم وعلى دماغه. اللاعب كبير، نجم قدير، محترم على المستوى الرائع، افضل اهداف لي مع ان انا زملكاوي بس عندي روح رياضيه. 3 أهداف لي بتوع كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2001، وال4 أهداف طبعا في الزمالك في اللقاء الشهير بتاع 6-1، ولي هدفين في الاسماعيلي ما يتنسوش طبعا، شفتهم وكنت متابع ليهم يعني رغم صغر سني.